عادل الجبابري ممرض مستشفى ابن نفيس للامراض النفسيه والعقليه، عضو المكتب المحلي للفيدراليه الديمقراطيه للصحه بالمركز الشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. اولا الشكر كل الشكر للمنبر الاعلامي النجمه على المواكبه ديالهم لهاد الاشكالات اللي كنعانيوها اليوم. كما كتلاحظوا انه كاين هذا الاعتصام هذا النهار، هذا الاعتصام جاء يعني كناقص خطر كندقوا حنايا كشيخ غيله، كنقولوا انه كاينين مجموعه من المشاكل. اول المشاكل هذه هي عدم التزام الاداره بالمحاضر الموقعه معنا كنقابه. هذه المحاضر هذه كتحمل في الطيه ديالها مجموعه من النقاط، ابرز هذه النقاط هذه هي انه كنودوا نشيروا انه كاينين عندنا الناس اللي كيشتغلوا وسط من مصالح اللي فيها مرضى متباينه قضائيا. هاد المرضى المتباينه قضائيا هما اخر المطاف كيشكلوا واحد الخطر كبير، للاسف كنلقاو انه كيشتغلوا معاهم موظفين بدون اي حمايه، واللي معرضين في اي وقيته معرضين للخطر، واللي هاد المرضى هادو كيكونوا عندهم بعض المرات شي امراض اللي كيتهيئ ليهم ان هادوك الناس اللي خدامين تما ممكن يتهيئ لهم انهم كيشكل خطر عليهم الى غير ذلك. الشيء اللي كيعرض الحياه ديالنا كشغيله لمجموعه من المخاطر، اضافه يعني لهذه المسائل هذه نادينا مجموعه من المرات بالضروره ديال توفير ديال عناصر الامن الوطني من داخل المستشفى على غرار المركز الشفائي الجامعي، لا سواء فاس لا سواء بالرباط لا سواء بالدار البيضاء. هذه المراكز الشفائيه هنايا كنطرحوا تساؤل، هذه المراكز هذه فيها عناصر ديال الامن الوطني، ما السر ديال الغياب ديال هذه العناصر هذه هنايا على مستشفى ابن نفيس؟ كذلك كنسالوا على هاد الناس هادو كيف يعقل انه مرضى مسجونين، يعني مرضى اللي كيشكلوا خطر على الناس ككل، وكيشغل اكثر من 30 اكثر من 30 مريض اللي كاينين في المصلحه، وللاسف كنلقاو معاهم موظف او موظفتين في اقصى تقدير كاع الى كانوا. هاد الشيء هاد الامور ما يمكنناش اننا نزيدو نسكتوا عليها. واليوم هاد الاعتصام هذا كيجي في هاد السياق هذا وفي سياق ديال مجموعه من الاشكالات من بينها سوء التسيير الاداري ومجموعه من النقاط اللي كننبهوا لها اليوم. وإلا ما تمش الحلحله ديال هاد المشاكل هذه اكيد غادي ناخذوا سبل نضاليه اخرى. وشكرا. نجمه تيفي قريبه منكم مضويه في عيونكم.